أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي استعرضت العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري. وأشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي إلى أنه تم التأكيد على مواصلة العمل لتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية للبلدين. لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين، كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر. ومن ناحية أخرى، اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى، وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.